رأي الحوثيين على عدن والأمم المتحدة تمدد مباحثات جنيف بشأن اليمن. نشرة العاشرة الإخبارية على شاشة النيل، مرحبا بكم وبدايتها مع عمرو عبد المجيد. شكرا لك نرمين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام لتفاصيل الأخبار. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفاء عن 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجنح بمختلف المحافظات المصرية، وذلك بالعفاء من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من عقوبات. هذا وقد قامت وزارة الداخلية بإنهاء إجراءات إطلاق سراح الشباب المفرج عنهم بعد وصول القرار الجمهوري إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار. سجدة تعبر عن شكر وفرحة تعتلي الوجوه لاستنشاق نسائم الحرية. هؤلاء هم المفرج عنهم بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شمل الإفراج عن 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا اختراق قانون التظاهر بمختلف المحافظات، وذلك إعفاء من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو من العقوبة التبعية، ليكون القرار مفاجئا لهم وهو ما ضاعف من فرحتهم. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو ترحب بينا وباهلنا وهيخلينا نقضي شهر رمضان مع اهلنا ان شاء الله. احمد ربنا الحمد لله، وبشكر برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الاول بنشكر شكر لله عز وجل اولا، ثانيا شكر لكل من قام على هذا العفو من الحكومه، وبنشكر اداره السجن على المعامله الطيبه اللي احنا شفناها الفتره اللي احنا قعدنا فيها. افضل الحمد لله، ربنا من علينا بعفو رئاسي، وكان طبعا ديت يعني منه من الله سبحانه وتعالى، وطبعا نشكر الرئاسه على هذا الموقف النبيل. مصلحة السجون تحولت إلى خلية نحل لإنهاء إجراءات الإفراج ليقضي هؤلاء يومهم الأول من شهر رمضان بين الأهل والأصدقاء. مجرد صدور القرار اتخذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، وتم اعلانهم واخلاء سبيلهم بالفعل. مفاجاه طبعا مع ان اول يوم في رمضان طبعا اقضيه في وسط اهلي، كنت بتمناها يعني. نشكر المولى عز وجل قبل كل شيء، برضه نوجه الشكر ونقول للسيد الرئيس جزاك الله كل خير. اوجه الشكر اللي هيخليني اروح عند اولادي، اولا ربنا سبحانه وتعالى، واللي هيخليني اقضي رمضان مع اولادي والعيد مع اولادي، انا اوجه الشكر للدنيا بحالها. الحديث مع البعض منهم يؤكد أنهم في مرحلة عدم تصديق للقرار حتى لحظة الخروج من باب السجن، لكنها الحقيقة إفراج من باب السجن دون قيد أو شرط، حتى الأهل سيفاجأوا بهم وسطهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر. ما بين قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن عدد من المسجونين لاختراق قانون التظاهر وتنفيذ القرار ساعات قليلة، قامت خلالها مصلحة السجون بتسهيل كافة الإجراءات ليقضي المفرج عنهم أول يوم من أيام شهر رمضان وسط الأهل. من منطقة سجون ترى، عبد الله بركات، للتلفزيون المصري. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الامن القومي السيد كيم دارواك الذي يزور القاهره حاليا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير علاء يوسف بان دارواك نقل للرئيس دعوه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لزياره لندن، وذلك تطلعا لبلاده لتعزيز العلاقات الثنائيه مع مصر في مختلف المجالات. من جانبه رحب الرئيس السيسي بدعوه كاميرون معربا عن تطلعه لزياره بريطانيا، كما وجه الرئيس الدعوه لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حضور حفل قناة السويس والافتتاح الجديد. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في مقر رئاسة الجمهورية، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محمد. وخلال لقاء عرب الرئيس عن اهتمام مصر بتطورات الأوضاع في لبنان وإدراكها للضغوط التي يعاني منها نتيجة الوضع الإقليمي المتوتر، وبدوره عرب سلام أهمية دور مصر الإقليمي والمحوري في المنطقة.
مصر تدعم وحدة الشعب اللبناني ونسيجه الوطني وكذلك مؤسسات الدولة في مواجهة الضغوط والتحديات الناجمة عن تردي الأوضاع الأمنية في سوريا وما سببه من تزايد أعداد النازحين واللاجئين إلى الدول المجاورة ومحدودية المساعدات الدولية المقدمة لتلك الدول ومن بينها لبنان. هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لرئيس الوزراء اللبناني تمام سلام في جلسة ثنائية بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وفي لقاء موسع حضره من الجانب اللبناني وزراء الزراعة والطاقة والمياه والسياحة تم بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها خلال الفترة المقبلة. الأزمة السورية كانت أيضا حاضرة على جدول أعمال اللقاء الموسع، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية الحل السياسي والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية المتبقية والعمل مع جهود المجتمع الدولي لتحقيق وحدة الشعب السوري وأراضيه. التحديات الراهنة التي تواجه دول المنطقة ومن بينها الإرهاب تفرض على الدول العربية التكاتف من أجل حماية الأمن القومي العربي. هذا ما تلاقت بشأنه الرؤى المصرية واللبنانية خلال اللقاء، ليوضح الرئيس في هذا الصدد أن القوة العربية المشتركة ستحقق التوازن المطلوب في المنطقة بما يحفظ أمن وسلام شعوبها العربية. دعم العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب ملفات دائما ما تتصدر لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقادة والزعماء اللبنانيين الذين يحرصون دائما على إطلاع القيادة المصرية على تطورات العملية السياسية لانتخاب رئيس للبلاد يحفظ لبنان قويا وموحدا. من مقر رئاسة الجمهورية على رشوان النيل. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى توافق لبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده محلب مع نظيره اللبناني تمام سلام، والذي أكد على عمق العلاقات المصرية اللبنانية مثنيا على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر لبنان خلال المرحلة الحالية. العلاقات التجارية والاستثمارية في المجالات المختلفة أهم ما تمت مناقشته في المباحثات الثنائية بين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ونظيره اللبناني تمام سلام. هذا ما أكده المهندس محلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء عقب المباحثات. تبادلنا الآراء حول القضايا الإقليمية الحقيقة اللي هي في المنطقة كلها، تحدثنا وتباحثنا بعمق عن الأزمة السورية وانعكاساتها على دولة لبنان والضغوط الواقعة على لبنان حكومة وشعبا من النزوح السوري. طبعا هناك ضغوط، ولكن وتحدثنا الحقيقة في هذا الموضوع، تحدثنا أيضا عن استقرار المنطقة والعلاقة بين البلدين، ولكن نستطيع أن نؤكد أن مصر تقف بجانب لبنان، مصر تقف بجانب لبنان وأمن لبنان. العلاقات المصرية اللبنانية ترتبط بتاريخ عريق، وجئنا إلى مصر لتعزيز تلك العلاقات، ومقابلة الرئيس السيسي أوضحت لنا الكثير من الأوضاع في المنطقة العربية ومدى استيعاب مصر لها. هذا ما أكده تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني خلال المؤتمر. لي شرف لقاء قائد مصر القائد الأمين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استمعت منه لكثير مما يجول في ضميره وفي عقله وفي قلبه على مستوى مواجهة التحديات الكبيرة التي يعمل جاهداً للتصدي لها، خصوصا فيما له علاقة مباشرة بمنعة وقوة وعزة مصر. كما أشاد رئيس الوزراء اللبناني بالنهضة الاقتصادية والإنمائية في مصر، وخاصة مشروع قناة السويس الجديدة. جاءت زيارة رئيس الوزراء اللبناني لمصر للتأكيد على أن مصر ولبنان شعبا وجيشا وقضية لهما رؤية واحدة في مواجهة التحديات، وكلاهما يسعى إلى التكامل مع الآخر. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن النيل.
تستأنف اليوم المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مناقشة عدد من التفاصيل الفنية الخاصة بالموازنة تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي. كان المجلس وافق على توفير متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنز وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء 3 محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة وبقدرة إجمالية تبلغ 14400 ميجا وات بمواقع بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة. التقى وزير الخارجية سامح شكري مستشار الأمن القومي البريطاني كيام داروك، حيث استعرض معه تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وسبل دعمها وتطويرها، كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاسات ذلك على الأمن القومي الأوروبي. وأوضح المتحدث الرسمي السفير بدر عبد العاطي في تصريح له اليوم أن شكري بحث مع المسؤول البريطاني الأوضاع في ليبيا، وبخاصة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وكذلك الأوضاع في اليمن والمفاوضات الجارية الحالية، للبحث عن مخرج سياسي للأزمة اليمنية. يعقد اليوم مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأزمة اليمنية. وعلى الصعيد الميداني قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح، منهم نساء وأطفال، في قصف الحوثيين والقوات الموالة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بقذائف هاون على حي البساتين في مدينة عدن. في غضون ذلك شنت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وحلفائهم في مداخل مدينة عدن. وتأتي التطورات الأخيرة في أعقاب انفجار نحو 4 سيارات ملغومة قرب مساجد ومقار لجماعات الحوثيين في العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا. قررت الأمم المتحدة تمديد المفاوضات في جنيف بين ممثلي الحكومة والمتمردين الحوثيين لوضع حل للأزمة اليمنية الراهنة. ويسعى المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإقناع طرفي الأزمة اليمنية بالموافقة على هدنة لمدة 15 يوما في حال عدم التوصل إلى اتفاق. حدثت جنيف وسط محاولات حثيثة من جانب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد باستخدام دبلوماسية التنقل بين الطرفين لمد جسور التواصل بينهما، إلى أن الحوثيين مصممين على رفض إجراء أي حوار مع الحكومة اليمنية. وهدد وفد السلطة الشرعية اليمنية بمغادرة جنيف في موعد أقصى الجمعة إذا لم ينتظم وفد المتمردين الحوثيين في مشاورات تفضي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن. المبعوث الأممي الخاص للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أن العملية السياسية الخاصة بإنهاء النزاع في اليمن ستكون طويلة وصعبة، مع وجود الأمل في تحقيق تقدم ملموس. واجهنا سلسلة من التحديات، لكن جمع الوفدين في جنيف هو بحد ذاته إنجاز، فتلك بداية إيجابية لعودة المحادثات السياسية من جديد. لكن يجب أن نكون واقعيين، فالطريق ما زال طويلا وصعبا، لكن لابد أن نكون مصممين على أن نبدأ من جديد. وأشار ولد الشيخ إلى أن مشاورات جنيف ستبحث كيفية إنهاء العنف والنزاع في اليمن. أتمنى من كلا الجانبين النظر إلى الشعب اليمني والوضع الإنساني، ولابد أن يكون الحوار والنقاش سبيلا لزيادة الثقة واحترام قرارات مجلس الأمن، والتأكيد على أن أي قرارات يتم فرضها على طرف لن يتم انتهاكها من قبل الطرف الآخر، فلننظر جميعا للشعب اليمني الذي يستحق. ويتطلع المبعوث الأممي إلى التوصل لوقف إطلاق النار في شهر رمضان لتوصيل المساعدات والأدوية للشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية بسبب تصاعد العنف في مختلف أنحاء البلاد. رفض مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يجيز للرئيس باراك أوباما سحب كل القوات الأمريكية من العراق وسوريا خلال شهر واحد. وجاءت نتيجة التصويت برفض نحو 288 عضوا وتأييد نحو 139 عضوا، أي ما يقرب ثلث أعضاء المجلس تقريبا. ويجيز هذا المشروع لأعضاء المجلس الثلاثة الذين تقدموا مشروع أنهم يأملون أن يؤدي طرح هذا القانون إلى جدل أوسع بشأن التفويض الرسمي باستخدام القوة العسكرية في سوريا والعراق.
أقر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بأنه كان يتعين على بلاده التحرك بشكل أسرع لتسليح القوات الأمنية العراقية في ضوء استمرار الفوضى التي يشهدها العراق بسبب تصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي. يأتي هذا في الوقت الذي قصف فيه الطيران العراقي تجمعا لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة حقول نفط عجيل بصلاح الدين، ما أسفر عن مقتل نحو 20 إرهابيا وتدمير مركبة مزودة برشاش أحادي. مع استمرار الأزمة في العراق، أقر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بأنه كان يتعين على الولايات المتحدة التحرك أسرع لتسليح القوات الأمنية العراقية في ضوء استمرار الفوضى الذي يشهده العراق بسبب تصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي. الوزير الأمريكي أكد خلال شهادته أمام لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي أن تسليح القوات العراقية يسير بصورة بطيئة، وأن عمليات التسليح تأجلت بعض الوقت في البداية بسبب الإجراءات البيروقراطية العراقية، وأحيانا أخرى بسبب الإجراءات في واشنطن أيضا. الحملة على الأرض تحقق نجاحا على الرغم من معاناة القوات العراقية عقب السقوط الموصل في شهر يونيو الماضي. وزارة الخارجية العراقية من جانبها أعربت عن ارتياحها لتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مشروع قانون تسليح البشميركا الكردية بشكل مباشر بعيدا عن الحكومة الاتحادية. وأكدت الخارجية العراقية موقفها الثابت بضرورة تسليح كافة القوات والفصائل العراقية التي تقاتل تنظيم داعش من جيش وشرطة ومتطوعي الحشد الشعبي والبشميركا، بالإضافة إلى مقاتلي العشائر عبر الحكومة المركزية في بغداد. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي قتل عشرات المسلحين في غارة للطيران العراقي ضد تجمعات لتنظيم داعش خلال عملية تدريب لهم بمعسكر للتنظيم في قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق. ولا نزال في الأنبار، حيث أكدت مصادر أمنية أن مسلحي تنظيم داعش قتلوا عددا من الجنود في ثكنة عسكرية، بينما كان وزير الدفاع خالد العبيدي يزور قاعدة جوية بالمنطقة. أعلنت قوة المهام المشتركة التي تقود عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، أعلنت أن التحالف نفذ 11 ضربة جوية في سوريا والعراق ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال الساعات 24 الماضية. وقال البيان أن 4 ضربات جوية نفذت في سوريا استهدفت وحدات للمقاتلين المتشددين قرب الحسكة وحلب وعين العرب كوباني. وأوضح البيان أن طائرات التحالف العربي نفذت في العراق 7 ضربات جوية استهدفت مسلح تنظيم وسيارات وأسلحة ومخازن وأسلحة وأهداف أخرى تابعة للتنظيم قرب 5 مدن من بينها سنجار والموصل. قال الجيش السوري إنه صد هجوما كبيرا للمعارضة المسلحة للسيطرة على المواقع الباقية التي ما زال الجيش يسيطر عليها في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وأوضح الجيش السوري أن ما لا يقل عن 200 مقاتل من المعارضة قتلوا أو جرحوا في عمليات الجيش، بينما أصيب العشرات من الجنود والتعزيزات العسكرية للمنطقة. وتشهد مدينة القنيطرة التي تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب غربي العاصمة دمشق اشتباكات بشكل متكرر بين جماعات المعارضة المختلفة من جهة والجيش السوري والمسلحين المتحالفين من جهة أخرى. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي أن عدد النازحين واللاجئين على إثر مختلف النزاعات في العالم بلغ قياسيا 60 مليون عام 2014. وأشارت المفوضية أن الزيادة المذهلة في عدد الأشخاص الذين أرغموا على الفرار بلغ نحو 60 مليون نازح ولاجئ في نهاية عام 2014 بالمقارنة مع 51 مليون في العام السابق عليهم. وأشار المفوض الأعلى للاجئين أن عجز الوكالات الإنسانية ونقص الإمكانيات والموارد للمساعدة لجميع الضحايا والنزاعات، كما أوضح أن أكبر عملية تهجير ونزوح للسكان في العالم بدأت منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.
نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء رامي الحمد الله استقالته للرئيس محمود عباس، مؤكدا أن رئيس الوزراء مستمر في عمله وسيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاثنين المقبل لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت حركة حماس قد أعلنت رفضها إجراء تعديلات يجريها عباس في الوزارة وكذلك بدون توافق مسبق معها. قبل عام واحد تشكلت حكومة الوفاق الوطني في ظروف سياسية صعبة ووفقا لتفاهمات المصالحة مع حركة حماس التي لم تتحقق إلى هذه اللحظة، وها هي في مهب الريح من جديد، حكومة لم تنفذ مهماتها بالشكل المطلوب خاصة فيما يخص ملف إعمار غزة. الحكومة الحالية واجهت العثرات المختلفة ولم تتمكن من أداء مهامها بالصورة المطلوبة، وبالتالي ربما موضوع الدعم الفصائلي بأن يسند أو تسند الحقائب إلى وزراء ينتموا إلى فصائل سياسية مهم ليوفر مساحة أكبر للعمل. تقييم الأداء لمدة عام للوزارات المختلفة كان يتطلب أن يكون هناك تغييرا في بنية هذه الحكومة، وبالتالي كان رأي رئيس الحكومة أن يتم تغييرات متعلقة بهذه الحكومة، وكان الطلب منذ فترة. الرئيس محمود عباس سيكلف رامي الحمد الله بتشكيل حكومة من الممكن أن تكون حكومة وحدة وطنية تشمل حماس وفصائل منظمة التحرير، ورغم اختلاف المسميات من إقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها أو حلها وإجراء تعديلات عليها ستأخذ 5 أسابيع من المشاورات حسب القانون الفلسطيني كأقصى حد، الأمر الذي رفضته حركة حماس واصفة إياه بالعمل المنفرد. لا يمكن أن تقبل السلطة أن كل مصالح الناس تتوقف إلى أن يقبلوا هم وأن يرضوا هم، وهذا أمر مستبعد لأن هم لا يريدوا إلا أنفسهم، ولذلك مش ممكن تبقى الأمور مجمدة إلى حين رضاهم. أسباب كثيرة دفعت الرئيس لإنهاء حكومة الوفاق الوطني، ومن أهمها المفاوضات الحمساوية الإسرائيلية التي تقضي لهدنة طويلة الأمد قد تصل إلى 5 سنوات مع إسرائيل مع تنفيذ مطالب خاصة لحماس، ما اعتبرته القيادة تجاوزا لعمل الحكومة السياسية والمدنية، عدا عن تكميل حكومة الوفاق بممارسة صلاحياتها في قطاع غزة وسيطرتها على المعابر، سيناريوهات كثيرة ومحتملة قد تشهدها الساحة الحكومية. بدون مشاركة حماس أو وجود ممثلين عنها مقربين منها لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتمكن من حل مشكلات قطاع غزة والتعامل مع الملفات العالقة، خصوصا ملف المعابر مثل معبر رفح والمطار والميناء وغيره، لذلك سيعرض على حركة حماس وأعتقد أنها ستستجيب. حكومة الوفاق الوطنية لم ترى النور منذ تشكيلها، فهل ستنجح الحكومة المقبلة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو تكنوقراط في تلبية متطلبات الشارع الفلسطيني بأزماته الكبيرة؟ إعادة تشكيل لحكومة الوفاق الوطني بعد عام واحد من تأسيسها وفشلها في تأدية مهامها، مشاورات ستجريها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم الاثنين المقبل لتحديد طبيعة هذه الحكومة ومهامها وفصائلها. ثروة شقراء، الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. في شهر رمضان الكريم طالب خبراء التغذية بضرورة اتباع نظام غذائي سليم خلال وجبة الإفطار والسحور، وذلك عن طريق عدم تناول كميات كبيرة من النشويات والتركيز على البروتين للحفاظ على رشاقة الجسم. وينصح خبراء اللياقة البدنية بممارسة بعض الرياضات خلال هذا الشهر الكريم، ولكن وفقا لضوابط معينة. العقل السليم في الجسم السليم مقولة تؤكد دائما أهمية الغذاء الصحي للإنسان، باعتبار أن الجسم السليم لا يكون سليما إلا بالتغذية السليمة والمتوازنة، خاصة في شهر رمضان الكريم والذي تمتد ساعات الصوم في هذا العام إلى قرابة 16 ساعة، وهو ما يستلزم ضرورة اتباع النظام الغذائي الأمثل وتناول الاحتياجات الغذائية اللازمة خلال وجبة الإفطار والسحور.
نبدأ بكوباية العصير بتاعتنا في درجة حرارة الجسم أو كوباية المية أيا يعني كان إحنا هنفطر على إيه. بعد كده ممكن ناخد البلح بتاعنا اللي هو مجفف، أو لو كوباية المية أو كوباية، الكوباية دي ممكن تبقى هي البلح الخشيف بتاعنا اللي إحنا بنشربه في رمضان، مفيش فيها أي مشكلة. وأنا باكل أحرص إن أنا في رمضان ما زودش كمية النشويات، لأن أنا لسه قدامي فترة يعني لسه قدامي حلويات رمضان طبعا مغرية بالنسبة لنا كلنا ولازم هناكلها، فما زودش نشويات خالص على المائدة، خلينا نركز أكتر مع السلطات مع الشوربة مع البروتين. ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك من العادات الصحية التي ينصح بمزاولتها لما لها من فوائد متعددة تنعكس إيجابيا على صحة الإنسان، لكن لابد أن يتم ذلك وفقا لضوابط ومعايير معينة. المفروض مثلا الناس بتفطر حاجه خفيفه جدا، ما تقلش في الفطار لان ما ينفعش تفطر تنزل على الجيم على طول، فاحنا بناكل حاجه لايت خفيفه قوي، نيجي على التريدميل نشتغل مثلا ربع ساعه، بعد الربع ساعه ممكن نشتغل شويه تمارين ابس بط، بعد كده ممكن نشتغل على البايك او على الهاند بايك. بمعنى ادق الناس في رمضان محتاجه عشان نظمس الاكل الخطا او الكلام ده كله، محتاجه ان هي تنشط الدوره الدمويه بتمرينات خفيفه جدا في الجيم. ضيف عزيز ينتظره الجميع كل عام، وعلى الرغم من ارتفاع درجه الحراره التي تتزامن مع الشهر الفضيل هذا العام، الا ان فضائل هذا الشهر الكريم تجعل الصبر على الجوع والعطش امرا يسيرا. اشرف ابراهيم، النيل. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشراتنا من أخبار. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الرئيس السيسي يصدر عفوا جمهوريا عن 165 من الشباب المحبوسين، والداخلية تنهي إجراءات الإفراج عنهم. المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب تستكمل اليوم الانتهاء من موازنة العام المالي الجديد. قتلى بقصف عشوائي الحوثيين على عدن والأمم المتحدة تمدد مباحثات جنيف بشأن اليمن.